بوزيتيف نيوز خبير زين بايسيكام. اختراع تونسي جديد يشوف النور، والمرة هذه في مجال الصحة، وإن قامت شركة ناشئة تونسية بتصميم جهاز تطبيب عن بعد يخليك تتواصل مع طبيبك وين أنت. لايف بوكس بما معناه صندوق الحياة، باش يشكل ثورة حقيقية في مجال التليميدسين. هو جهاز محمول يخليك تقيس بياناتك الفيزيولوجية من تشبع الأكسجين، ضربات القلب، معدل النبض، ضغط الدم، وفيه منظار يركز على مناطق محددة كيف ما الجلد، الوذنين، الفم، الحلق والخشم، ويعرض على طبيبك أو الطاقم الطبي المباشر في نفس الوقت للتشخيص الآلي، ويمكن تخزينها وأرشفتها في الملف الطبي للمريض. التشخيص يكون بنفس المعدات اللي يستخدمها طبيب في الكابينه متاعه أو سبيتار، وبالصوت وصورة عالية الدقة، وهذا الكل بأبليكاسيون بسيطة تتصب في تليفون الطبيب. الجهاز لقى استحسان كبير في الوسط الطبي التونسي وحتى على مستوى العالم، وين عرضوه المهندسين التوانسة مؤخرا في الأرب هيلث في دبي، اللي هو من أهم وأكبر المؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط، وفيه أكثر من 3000 شركة عارضة، 51,000 متخصص طبي، ويستعرض أحدث التقنيات والابتكارات الطبية الذكية. بوزيتيف نيوز خبير زين بايسيكام.